علم من صانع قرار، من رئيس لجنه، ونجحنا الى حد كبير. أنا أتفق اعتقد معك. ان احنا نجحنا الى حد كبير. جميل جدا ان انت تستكشف صحفي او لاعب او ايا يكن يجمع بين الاثراء والاثاره. ابو عبد الله هذا شيء رائع جدا، لان احيانا المثير مزعج، فقط مثير مزعج. ابو عبد الله يضيق صدرك. المهنيه اللي تتكلم عنها في البرنامج اليوم، انت استقطبنا جمهور، انت راضي بالجمهور اللي استقطبته؟ اذا هل انا اخلي مهنيتي على راي الجمهور، على اللي يرضي الجمهور؟ لا، انا اشوف، لا انا استهدف مين؟ يعني اعطيك مثال، في جمهور وده لما يلعب النصر ولا الاتحاد الاهلي انه تجي مضاربه في الملعب، في جمهور في الملعب وده ان واحد من الجمهور ينزل ارضيه الملعب، يبغى اثاره، ما يبغى والله اللعيب يسلموا على، يعني يبغى اثاره. لما انت تقول الجمهور اللي انت استقطبتهم ورايت انك نجحت معهم، هل اغير مفهوم المهنيه او اخليها مرنه بحيث اني، طبعا انا قلت لك انا يفترض انه اكيف هذا الوضع مع مجموعه برامج القناه، ما كل البرامج اصبها في هذا النوع من الاثاره. هذا نقطه. النقطه الثانيه، يعني شئنا ام ابينا، اليوم وانا اقدم مثلا برنامج يقال انه برنامج كان مفتوح وفي اثاره وفي كذا، في مشاهد يجي يقول لك يا اخي ازعجتونا بفلان وفلان وفلان، يا اخي ما في الا غير كذا و و و و، اقول له تابع؟ قال والله اتابع واقعد 3 ساعات تابع بس. صحيح. كل اسبوع نفس الشيء، وكل اسبوع ترى غيره بس انا اتابع 3 ساعات. صحيح. صحيح. الامر الثاني، انا يعني بكون ماجد اوكي في جانب. اوكي اليوم بس اسمح لي، برنامج المجلس، وقف ابو عبد الله، لا تمثل معلش 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 ابو عبد الله، لو سمحت بمثل في ايش؟ لو سمحت تفضل، لو سمحت تفضل، عندنا فاصل، اطلع فاصل، انت اطلع فاصل، يطلع فاصل بعد الله، يبغى فاصل هو اللي يطلع. أستراليا، وتعرف رسميا بكومنولث أستراليا، وهي دولة تقع في جنوب شرق آسيا على غرب المحيط الهادي، ذات حكم ملكي دستوري بقوات فيدرالية. عاصمتها كامبيرا، وأكبر مدنها سيدني. وتفوق مساحة أستراليا 7 ملايين كيلومتر مربع، وهي أصغر قارة في العالم وسادس أكبر دولة في العالم حسب المساحة، بينما يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة. أما في كرة القدم، بدأ منتخب أستراليا مسيرته في التأهل لنهائيات كأس العالم بعد التصفيات الآسيوية مباشرة من المرحلة الثالثة، ولعب في المجموعة الرابعة مع الثلاثي سلطنة عمان والسعودية وتايلند، وتمكن من تصدر هذه المجموعة بعد حصوله على 15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة واحدة. وفي المرحلة الثالثة والنهائية لتصفيات القارة الصفراء، خاض منتخب الكانغارو منافسات المجموعة الثانية بصحبة الرباعي اليابان والأردن وسلطنة عمان والعراق، ونجحوا في جمع 13 نقطة منحتهم البطاقة الثانية المؤهلة للنهائيات عن هذه المجموعة بفارق 4 نقاط خلف اليابان. علم الدولة، ملعب المنتخب الأساسي استاد سيدني. تأسس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في العام 1961، وانضم إلى الفيفا في عام 1963. رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم فرانك لوي، مدرب المنتخب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، طقم المنتخب الأساسي، طقم المنتخب الاحتياطي. أبرز اللاعبين السابقين للمنتخب الأسترالي: مارك شوارزر، مارك فيدوكا، جيسون كولينا. أبرز اللاعبين الحاليين للمنتخب الأسترالي: تيم كاهل، أليكس بروسكي، مارك بريشيانو.
الأرجنتين، وتعرف رسميا باسم جمهورية الأرجنتين، هي دولة في أمريكا الجنوبية ذات حكم جمهوري ديمقراطي. الأرجنتين عبارة عن اتحاد يضم 23 مقاطعة، ومدينة بيونس آيرس هي العاصمة وأكبر مدينة فيها، وهي ثامن أكبر دولة في العالم من حيث المساحة والأكبر بين الدول الناطقة باللغة الإسبانية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون نسمة. أما في كرة القدم فيعتبر المنتخب الأرجنتيني من أقوى المنتخبات على الساحة العالمية، ويضم عديد النجوم في صفوفه الذين يلعبون في أقوى الدوريات الأوروبية، كما تعتبر الأرجنتين المنتخب العالمي الوحيد الذي حصد جميع الألقاب، حيث فاز بكوبا أمريكا وكأس العالم وكأس العالم للناشئين وللشباب والأولمبياد وكأس القارات. علم الدولة: ملعب المنتخب الأساسي استاد مونومنتال. تأسس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في العام 1893 وانضم إلى الفيفا في عام 1912. رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خوليو غروندونا. مدرب المنتخب الأرجنتيني أليخاندرو سابيلا. طقم المنتخب الأساسي. طقم المنتخب الاحتياطي. أبرز اللاعبين القدامى لمنتخب الأرجنتين: دييغو مارادونا، غابرييل باتيستوتا، خافيير زانيتي. أبرز اللاعبين الحاليين لمنتخب الأرجنتين: ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، سيرجيو أغويرو. حياكم الله من جديد مشاهدي القنوات الرياضية السعودية في هذه الحلقة اللي نخصصها في هذا المساء عن الإعلام الرياضي وتحديدا البرامج الرياضية. وأذكركم أننا كنا أمس قد استعرضنا الإعلام الرياضي من خلال الصحافة الورقية والإلكترونية، وأيضا أذكركم بأن في بداية البرنامج كنا قد أكدنا بأنه حارس مرمى فريق التعاون السابق الآن أصبح هلالي 100% بعقد لمدة 5 سنوات. من جديد نرجع إلى محاورنا في حلقة الليلة، وأذكر بأنه الكثير من البرامج الرياضية، أو خلوني أقول بعض البرامج الرياضية في الفترة الأخيرة، صارت تعتمد بشكل كلي على إحضار مجموعة من الضيوف، ومن خلال هؤلاء الضيوف يكون هناك تجاوزات كثيرة، مثل ما قال محمد قبل شوي خروج عن النص، أبعد من الخروج عن النص. دائما يقولون هناك فرق بين الإثارة، واسمحوا لي في هذا اللفظ، والوقاحة والتجاوز وقلة الأدب، وهذا يحدث كثيرا أو حدث كثيرا في أكثر من برنامج. ولا أعتقد أبدا بأن المشاهد بالطريقة المصرية عاوز كذا. أبو مشعل، يمكن حكينا عن هذا الموضوع قبل أبو مشعل، بس خليني ترى إحنا قاعدين ندير الحوار بطريقة هادية، فخلينا نكمل بالطريقة الهادية عشان يخلص رمضان. لا بس انت استفزيته. لا انت الهادي، بس ماجد اسمح لي، ماجد انت يعني وش اقول لك، تحاول انك تلمح ولا تصرع. انا بجيك الى منطق اللي انت تنظر له شيء وينظر للاخرين شيء. انت مثلا في معسكر، مش معسكر، في بطولة زين المنتخب السعودي لعبها، لعبت على وتر الخلاف بين ياسر وبين فهد الهريفي، وجاءوا الناس لعبوا على الوطنية ولعبوا شلون يا ماجد. مش وتر، مش وتر وانا اخوك، ها مش وتر. بالنهاية فهد الهريفي نجم جماهيري لاعب دولي سابق، قال في حديث في عكاظ، في صحيفة عكاظ صحيفة رسمية، قال بانه
ريكارد لما ضم ياسر القحطاني يرتدي نظارة سوداء. هذا فهد الهريفي حلو. مش حي الله واحد أوكي. في المقابل لما جيت للمعسكر المنتخب سألت ياسر القحطاني سؤال طبيعي إنه أي إعلامي يسأله إن فهد الهريفي يرى بأنه ريكارد يرتدي نظارة سوداء. رد هو على فهد الموضوع قبل أن يعرض للمشاهد، شاف عادل عصام الدين الله يذكره بالخير، أو عرف عنا عادل عصام الدين وعرف عنا غانم القحطاني وما كان عندهم مشكلة جري. وفي فرق وانا أخوك بين فهد الهريفي وياسر القحطاني. واحد يعني اذا تسمح لي ياسر كان حيرد الهريفي افضل يرد بالقناة الرياضية السعودية افضل يرد بالقناة اخرى. ابو فيصل كمل. ايوه الفرق في ايش؟ واحد مثلا في صحافة، مثلا يوم من الايام كان في صحافة فنية انتقل مثلا الى صحافة رياضية، في فروقات كثيرة. لا بين ماجد وبين ياسر والهريفي ما فهمت شو الفرق. لا لا انا اكلمك عن ياسر والهريفي، انه ياسر الهريفي قال كلام وياسر رد عليه. حلو. طيب اللي بقوله طبعا. لا اللي بقوله انه انت لما حركت هذا الجانب عند ياسر في الرد، اولا احنا خلينا هذا اللي نتكلم فيه. انت قناه، يجيك واحد يقول لك انت قناه حكوميه وهذا المنتخب الوطني، عكاظ جريده خاصه زين. انت كمقدم في قناه حكوميه يفترض تراعي هذه المساحه زين، سواء انت غانم عادل عصام الدين. ولذلك اقول لك هذه تتفاوت الرؤيه. عادل يجي يقول لك لا انا هذه خبطه، انا الجمهور عاوز كذا، وواحد يقول لك سوري هذا المنتخب الوطني مقبل على مباراه بكره ولا بعد بكره زين، لان لاعب معتزل تكلم في جريده، انت تستجلب لي القضيه الحدث عند معسكر المنتخب وفي فندق اسمح لي ابو عبد الله. فبالتالي انت ايضا النظره اللي اليوم تحاول تنظرها الى برنامج معين، انا ايضا ممكن اعيب عليك اقول لك يا ماجد. طيب انت أسألك سؤال. اقل درجات المهنيه والوطنيه واسمع من هذه اسمح لي واعطيك من هذه العبارات. طيب اسمح لي ابو عبد الله ماجد ما عندك لا بتحبني في الموضوع. دقيقه ابو فيصل بسالك سؤال وبعطي ضيوفنا فرصه للمشاركه. لاعب فهد الهريفي نجم جماهيري كبير، صوت مسموع له قيمته في الملاعب، ينتقد مدرب كبير زي ريكارد ويقول انه لما ضم ياسر القحطاني يرتدي نظاره سوداء. ياسر القحطاني يرد عليه الرد اللي رده، ما ابغى اقوله انا اوكي. هل يمكن مقارنه هذا الشيء بين واحد يرفع لي كتاب يقول لي انت حشره؟ هل في مقارنه؟ هل في مقارنه بالطرح؟ لا 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 ايا يكن اقول لك يعني لا مش ايا يكن. لا 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 اسمح لي. احترم ذوق المشاهد. لا اسمح لي. لما صارت هذه ورفع كتاب الحشرات زين، اولا انا لما اجي الان تخيل انا افاجئك الان بشيء واطلع لك امام ذي، انت ما جيت فتشني قبل الحلقه. الامر الثاني المجموعه الاعلاميين اللي جبناهم هذا مش منتج مصنوع في البرنامج زين، يعني زميل عدنان، زميل خالد قاضي، مين بعد، زميل فهد الروقي، مجموعه الاسماء اللي جبناها هذا موجود في الساحة، موجود في جريدتك اللي أنت تكتب فيها جريدة الرياضية. وبالتالي أنا ما قاعد أصنع إعلامي وأقول تعال طلع الرجل الكتاب وقال والله هذا كتاب الحشرات. ولعلمك كتاب الحشرات اللي طلع عدنان وكان يقصد فيه شغلة تجاه خالد قاضي أساساً هي ارتداد لبرنامج موجود في قناة روتانا، ولذلك قناة الاي ار تي زين، وذلك عدنان حاول يستحضر هذه، وبالتالي احنا ما صنعنا الموضوع. طيب مثل ما انت عشان ما يتحول الموضوع الى حوار بيني وبينك، مثل ما انت رميت على عكاظ الان طيب. الخروج من مأزق مع ياسر و لا مش وفهد الهريفي قالها. انا اقول لك احنا ما صنعناه، احنا يا حبيبي هذا يا حبيبي موجود في الار تي جاب عدنان يا ابو عبد الله في القناة. حتى لا يتحول الموضوع انه كانه ناحيه جداليه بيني وبينك وما يستفيد، لانه النوعيه هذا من الحوار البيزنطي لا يفيد. لا مش حوار بيزنطي اسمح لي، حوار لا 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 انت حاولت تمرر. طيب تفضل كلام، انا جيت احط لك نقاط على الحروف. طيب تفضل يا مشعل. انا بس غانم يقول بيعلق على النقطه اللي قبل شوي. انا ابغى يعني ما ودي ارجع الموضوع لكن بقول بنقطه واحده، ياسر كان حيرد على هريفي سواء في الرياضيه صحيح او في غير الرياضيه صحيح، من باب اولى انه يرد عندنا. لا من باب اولى انه يرد في عكاظ. طب خليني اقول لك، لما يرد ياسر عندنا الان كل تشكيله المنتخب في ناس منتقدين، انتقد حارس النصر العنزي وسووا فيه هوايل، انتقد وليد عبد الله في التاخر الاخير،
كل انتقاد يصل انتقاد من اللعيبة ويمكن من الهرايف نفسه. موضوع ياسر جملة ورد عليها، لكن من اللي شعللها؟ لو ترجع لبرامجنا بعد ما طرح التصريح ياسر عنده في ما نوقشت، طرحت في القنوات الخليجية اللي أقول لك إن حنا استقطبنا منها من 2007، لأن المنتخب السعودي بسك. أيوة استغل المنتخب السعودي في برامج الثانية. المنتخب السعودي أنت تعرف إنه يبيع أبو عبد الله. هذا هذا اللي يقول أبو مشعل. أيوة يقول استغلت. أنت أشعلت الفتيل. طيب. والحرائق صارت. طيب خلنا هو هو دائم يستغل أي شيء يخص السعودية بحيث إنه يكسب جماهيرية، هذا معروف. أبو فيصل. طيب خليني أخذكم شيء ثاني. أخذكم في موضوع ثاني. اعتقد استوفي الموضوع يعني عشان ما يقولوا اني حاولت. انا عندي أي. تعليق بعد ما خلاص. لا اذا عندك تعليق علق، انا بطلع موضوع ثاني. يلا علق حبيبي. علق لازم اعلق الان. هي مو نكته بس يعني انا بس بدي اوضح حاجه. ريكارد النظاره السوداء اللي كان لابسها ايش ماركتها؟ سؤالي ترى من وراء مغزى. هو حلو بس ليش ايش ايش ماركتها؟ طيب اللي بدي اوضحه الان، في كلاسيك يا جماعه، في اشياء كلاسيكية خلاص، هي 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 اللي دائما ماشية. يعني احنا في شهر فضيل، بس خليني اقول لك الله يرحمه علي جابر، الشيخ علي جابر، الى الان ناس تسمعه وقراءاته تسمعها وكذا، لكن في مجموعة من القراء الشيوخ الان منتشرين ما شاء الله تبارك الله وموجودين. طيب ففي كلاسيك وفي ترند، في يعني موضة نعم، في موضة جديدة يعني تحصل. الموضة هي الخناق، الزعيق، الصوت العالي، الإثارة، هي هذه الموضة. الموضة كم تقعد كم تستمر؟ دحين من 2007 معناته إنه إحنا سلنا 7 سنوات بس في عمر الهاري، ترى ما هو شيء يعني في عمر الإعلام ما هو شيء طويل. فأنا أعتقد إنه النسبة المفروض يعني إحنا نبحث بعد كده إنه والله في أمر واقع، زي ما قلت انت في شيء واقع. شيء الواقع والله انه في اثاره، نعم، وساعات تكون اثاره مفتعله، وساعات تكون اثاره ما انت داري عنها، زي الكتاب اللي طالع ولا زي كذا، كيف انت تكنترول. طيب هنا يا جماعه الخير، واحد زي ابو مشعل لما يجي له حاجه قدامه زي كذا، مثلا محمد كان طريقته في ادارتها شيء مختلف، مثلا انه هو هدى الناس وسكتهم وكذا، ابو مشعل ممكن يعني ياخذ اجراء اخر، ممكن يهمش مثلا اللي عمل كده طول البرنامج وبعد كده او طول الحلقه نفسها وبعد كده مثلا ما يجيبه مره ثانيه وهو الى اخره. فاحنا نرجع في الاصل، في الاصل يا جماعه انه في كلاسيك وفي ترند، تمام، او في او او او, أو في موضه. زائد انه الاهم، تمام، الاهم بعد ما تكلمنا على ندره المعدين، الاهم الان واحد زيك وواحد زيك وواحد زيك اللي هم الناس اداره الحوار نفسها، وهي تسمى اداره لانه هي علم كيف برضو نوصل له حقتكم لحد نهاية. طيب. الحلقة لازم يكون في تدريب. انت ما شاء الله خبير، انت اخذت الخبرة، انت ما شاء الله عليك جيتنا ما شاء الله جيتنا بترند مختلف تماما. طيب لكن في الاصل كيف انا اجيب المجموعة الشابة الجميلة اللي موجودة في القرار الرياضية وافهمهم ان هم يا اخي اللي عندك ده واحد زي دحين منطلق كده ماشي 200 يا اخي هدي شوية لا ينقلب عند اللفة، ولا كيف يقدر ان هو يخفف الحده، وكيف نقدر هنا. طيب. هنا اللي احنا مطالبين فيه يا جماعه. انا هذا اعتقادي. دكتور كلمه سريعا يعني سريعا لانك ما شاء الله عليك انت بتاخذ كلمه فرص الجماعه كلها. احيانا البرامج المباشره زين، احيانا انت ما يصير عندك كنترول في ضبط طبعاً كلمه طبعاً او كذا طبعاً. انا اعطيك مثال في القناه الرياضيه مع عدنان جستنيه في برنامج زميلنا تركي الدعجه، طلع ومسجل البرنامج مش لايف، ووصف محمد نور بانه سرطان في نادي الاتحاد ورحيله، وراح النور قال بقاضيه. ليش القناه الرياضيه ما فلترت ذي وقطعت او ما بثت؟ زين في النهايه ابحث عن مساحه من هذه اللي تحدث من فتره اخرى، هذه تجيب في جميع القنوات بس مش منهج. ايوه مش منهج، اتفق يعني احيانا تصير اخطاء. انا يوم من الايام سويت لقاء مع عضو شرف احد الانديه، كان يذكر ابو مشعل كان المعد، ما كان في مراسل، كان المعد هو اللي يسوي اللقاء. فقال احنا ظلمنا من التحكيم، ظلم يهود بني قريظه وبني النضير للرسول. اللهم صل وسلم. انا ما عندي خبره، اخذتها مسكني زميلنا محمد الدوسري، قال لا التصريح هذا ترى بدك داهيه. قلت يا عمي ما تفهم انت. توقفت شباب، نزلت التصريح. ليش؟ ما عندي خبره، تصير اخطاء بس مش منهج امشي عليه. صح، اتفق. جميل.
خلونا الحين نهدي الأمور شوي، الأمور شعللت شوي، خلونا نهديها بطريقة مختلفة. اليوم في الكثير من البرامج انتشر لون استخدام الأغاني العاطفية في تركيبتها على موقف معين، يعني استخدموا في يوم من الأيام يحلمون على عقود لاعبين، استخدموا كيف يركب الأغنية على موقف رياضي. هل هذا اللون لون إيجابي أعطى جذب بالنسبة للمشاهد العادي بالنسبة للمشجع؟ أسمع رأيك أبو مشعل. هذا داخل في نفس السياق ماجد، نفس السياق اللي تكلم عنه الزملاء قبل شوي، ترند الاتجاه، يعني اتجاه عبر عنه في وقت من الأوقات وأصبح الكل يحاول إجاريها نوعا ما، يعني زي مثل ما تفضلت يحلمون وبعدها طلعت اشياء ثانيه وبعدها طلعت اشياء ثانيه. على فكره يقولون يحلمون اللي حطها غانم، يقول ما لا 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 طيب. انا اقول قصه يحلمون. ها قصه يحلمون هي كانت حلقه وكان زميلنا المذيع عبد العزيز بكر وانا كنت في الاعداد. الله يذكره بالخير. الله يعطيه العافيه، يذكره بالخير، هو الان في قطر. مساء عليه بالخير. في البرنامج زميل واحد المعدين بدون ذكر اسماء، انا الحلقه كان المعد الرئيسي الدكتور يد بن مهري، انا الساعه 10 مشيت امورنا اوكي. الله يمسيه بالخير. فواحد المعدين عندنا من حماسة حط أغنية يحلمون، كانت على ما أظن على عيسى المحياني. على عيسى المحياني كانت يحلمون، على عيسى المحياني حطها. أنا لسه طالع بالسيارة الأمير فيصل بن تركي دب، قال هذه فيها أسقاط لي يحلمون اللي فيك يفكرونه. فأنا طوال اتصلت على الكنترول ودخلنا الأمير فيصل من باب إيش إنه في غلط واعتذرنا، كان في خطأ واعتذرنا منه لكن بدون قصد. انا اعرف المعد اللي سواه بدون لا هو الهلال، تعرف جدا هناك ما لهم ميوله الهلالي ولا نصراويه، ميوله من انديه الغربيه، بس انه متفاعل واختار الاغنيه الخطا في التوقيت الخطا. بس في ناس تسجل عليك موقفين، موقف واحد اعتقد انه في كل الرياضه لما ياسر وقع للهلال يرونه ضد الاتحاد، وهذا الموقف اللي انت استشهدت فيه موقف عيسى للهلال ضد النصر. شوف. يرون انه يرون انك يعني ما كنت مهني. طيب. في الموضوع موضوع ياسر، موضوع ياسر انا جبت اياه بالتفاصيل، موضوع ياسر لان هذا فعلا الكلام هذا كثر الحديث فيه. ياسر انا بغض النظر عن عملي كنت متواصل معه في موضوع دائره الصفقه، صفقه انتقاله، فهو كان في القاهره اتصل علي قال لي انا حخش معكم مداخله اعلن فيها رغبتي. قلت وين تبغى تخش؟ قال ابغى اخش الهلال. هذا الكلام الساعه 9 في الليل. رحت للاستاذ عبد العزيز الرويشد مخرجنا الكبير كان مدير القناه، طلبت منه ياخر الحلقه ل 12 في الليل لان جريده الرياضيه ما تقفل طبعتها الا 12، وما نبغى جريده الرياضيه تاخذ الخبر قبل تويتر وتحرق علينا ينزل اليوم الثاني. فلما طلعنا لو نطلع بعد 12 الرياضيه وباقي الرجال تجيبها بعدها بيوم يكون انا ايش العالم سولف في فينا يوم. كان ابو ثامر منصور بنوي اتصل علي قال لي وين ياسر يبغى؟ قلت والله ما ادري، بس هذا طبعا انا اقول لك يمكن شويه الخبره. قلت له والله اتوقع انه يبغى الاتحاد، انا كنت عارف ان ياسر يبغى الهلال. فكان المذيع خالد السعيد، رتبنا الحلقه قبل ما يخش ياسر بعشر دقائق قال لا انا نسيت لازم ارسل خطاب لجاسم ياقوت اعلن فيها رغبتي للهلال عشان نظاميا اني لازم ابلغ النادي وما اطلع الهواء. قال صلاه استخاره، قال انا طلعت الهواء. احنا سوينا اغنيه قبلها من يقول اني لغيرك انا لك، هذه ترى بدايه الاغاني 2004 من يقول اني لغيرك انا لك ماني لغيرك. الاتحاديه يعتقدون لهم يضحك ما معانا معانا جاي الدور الحين، والنصراويه والاتحاديه يعتقدون انه معهم. طلع ياسر وقال انا والله استخرت وابغى اروح فين؟ للهلال. عدت الصفقه، زعل الاتحاديه شوي ومعهم حد يزعلوا. جينا بعدها بخمس سنوات انا في الاي ار تي انا وعادل الزهراني الله يمسيه بالخير، عيسى المحياني، عيسى المحياني، ما عندنا شيء في الحلقه، ما في، الدنيا مقفله، باقي على الحلقه نص ساعه. يقول لي عادل منين نجيب مواد؟ قلت الله بيرزقنا، شفت اللي يدور الفرج شوي. اللي يتصل علي احمد القرون، انا عارف انهم في الهلتون، قال لي عيسى المحياني معي وتراه يبغى الهلال. قلت لا الكلام اننا يبغى النصر. قال عيسى جاهز ويبغى الهلال. قبل الحلقه بدقيقتين الامير فيصل تركي دق علي قال وصل لي خبر ان عيسى بيخش معاكم وانه غير راي. قلت انا ما ادري يعني ما لا يمكن انقل له. قال انا ابغى اخش قبل عيسى المحياني ولا ما راح اتدخل. قلت ابشر. دخلنا الامير فيصل قال فيصل انا اعلم ان عيسى المحياني خلفي الان وان قد يكون غير رايه، فاحنا يا النصراويه نعلن انسحابنا من باب ايش؟ انه انا بصراحه كمعد لو سمع عيسى هذا الكلام يمكن ايش؟ كنسل ايش؟ مداخله.
خليت عيسى محيان الهول طوالي بعد لما فصل دخلنا عيسى محيان قال نفس الجملة اني استخرت واني ابغى الهلال فربطوها ربط الثنتين بان نشتغل صالح نادي الهلال. جميل. انا هذا الكلام انا هذا الكلام اللي بطرحه قبل شوي لما قلت بغير الموضوع يدخل في هذا السياق. هل البرامج الرياضيه مختطفه؟ بمعنى ماجد هل البرامج الرياضيه يسيطر عليها الانديه ورؤساء الانديه؟ هذا موضوع حنطرحه الحين. يعني انا حنطرحه بطريقه اوسع. تفضل. طيب. بس هذا اللي فعلا يطرح نفسه يعني. طيب ابو عبد الله موضوع استخدام الاغاني العاطفيه باسلوب الاسقاط على موقف معين كيف تشوفه؟ بالعكس انا اشوف حاجه تستهوي اليوم المتلقي اذا ما كان فيها اساءه مباشره وشخصيه. ما اعتقد يعني حتى الان لما قال ابو فيصل انه انا اخطيت او خطا في مساله يحلمون انا اعتقد توقيتها يعني ابو عبد الله. ها؟ توقيتها يعني ولا حتى توقيتها. انا بالعكس انا اعتقد انه ايضا بين قوسين حاله مثيره تحرك الجو الرياضي ما فيها اساءه بقدر ما هي مواكبه لان اليوم التالي الكتاب الصحفيين حيكتبون في هذا المجال القنوات الثانيه حتتناول شكل من اشكال الموضوع وبالتالي انا وخصوصا انت في قناه تجاريه ما كنت انت في قناه حكوميه وبالتالي هذا العبء والكلفه قد تكون في قناه حكوميه صح ولكن في قناه تجاريه ما اعتقد. وشوف ومتى ما كان المقدم او المعد متمكن من ادواته وعلى مسافه واحده بحيث انه ما يكون يعني متهم بشكل مباشر ومستهدف بشكل مباشر يقدر يخرج من هالمأزق. جميل. دكتور سؤال مختلف تماما. اليوم انتشر في بعض القنوات ظاهرة استخدام الأسلوب الساخر أو التقليد سواء تقليد لاعبين رؤساء أندية رياضيين بكل ألوانهم بأسلوب ساخر وأحيانا يصل إلى درجة مزعجة وقد تكون فيها نوع من التجريح. هذا اللون لون طبيعي جدا يجب أن نتقبله. يعني لو واحد جاء قلد أبو مشعل مثلا ولا قلد محمد ولا قلد غانم أمر طبيعي؟ هو هذا اللي حاصل. أنت بتقول أنه منتشر وهو فعلا منتشر. هو أهم حاجة كمان أنه أنت يكون يعني يكون في حقوق لنفس المقلد. تمام. يعني تستأذنه إذا ممكن تستأذن أو المفروض أنك تستأذنه. هذا يقودنا على شيء يعني مختلف الآن في التنافس على الدعاية لمنتج. تمام. دائما تكون حواليها أطر وحواليها أسس معينة وكود أوف إيثكس يعني في أخلاقيات حوالينا. فلازم يكون في أخلاقيات في الإعلام أخلاقيات معلنة بين القنوات حتى في التنافس سواء بالنسبة للأوقات سواء حتى بالنسبة للحصريات والأمور هذه لأنه من غير كده الحكاية هتصبح مفلوتة. فللأسف أنه في بعض التقليد للأسف وهو يعني رسمي هو يضحك حلو يعني بس في الأخير برضو لازم يكون في استئذان من صاحب الحق من صاحب يعني من اللي تقلد له لأنه أو اللي تقلد منه لأنه يعني يا أخي من حقه أنه هو يرفض التقليد أنه هو يكون نكتة من اي ناحيه التقليد هنا انت تتكلم عن التقليد من اي ناحيه تقليد لما اقلدك باسلوب ساخر يعني انا اعتقد انه احنا نتهم كاعلاميين وكمقدمين مثلا ان احنا ننتقد الكل ونزعل اذا احد يعني انتقدنا او علق علينا او ما هذا القبيل. انا بصراحه مع وارى انه حق مشروع ما دام انت اصبحت شخصيه عامه هذا من حق انك تاخذ كل الامور. فأحد ينتقدك بالإيجاب أو بالسلب أو أعتقد أنه من حق مشروع للكل. لا بس هو حتى التقليد على التقليد الساخر حتى التقليد اللي الساخر بيطلع. أحيانا أنا مريت التقليد الساخر الجميل الحلو العزيز زميلنا طارق قلبنا كلنا ما خلى أحد أي يعني كان جميل بأسلوبه وبطريقته فأعتقد أنه من حقه يعني من حقه بس من حقك انت برضو انك تطلع على هذا الشيء.
يعني انا افتكر كان داود حسين زمان برضو انا ترى قديم انا شوي تمام داود حسين قلد الاستاذ الكبير علي حميد علي حميد وجات فتره يعني انه زعل علي حميد منه بالرغم انه هي كانت حلوه ما فيها اساءه لكن بعد كده تصالحوا كده طب ليش انا اعرض نفسي لهذا الشيء يا اخي انا اضع مجموعه الافكار حقتي حقت شهر رمضان عندي 60 فكره ل 60 شخصيه يعني استاذ منك لو بقلدك اتصل عليك قلت ترى بقلدك هذا اللي يبغى الدكتور كذا طيب عموما خلونا ناخذ الان المحور اللي توي بيفتح ابو مشعل اللي هو يعني يتعلق وامس طرحنا هذا الطرح فيما يتعلق بانه فيه غزو مباشر وسيطرة مباشر من بعض رؤساء الأندية بعض الشرفيين على بعض المقدمين بعض المعدين يقال بأنه أحيانا البعض يدار من قبل شخصيات معينة إنجاز التعبير بالريموت كنترول يحقق هذا البرنامج له كل ما يريد هل هذه الظاهرة فعلا موجودة في البرامج الرياضية التي تخدم المسابقات السعودية ولا لا؟ البداية معك يا مدير المسابقات. أنا عندي وجهة نظر في هذا الموضوع. يعني أنا بحكم تجربتي في أكثر من قناة مش مختطف البرامج. أتكلم عن اللي شفته أنا أشوف المعد الظاهر لي لكن ما أعلم عن الغير. لكن أعتقد حاجة. أنا مثلاً في الرياض علاقتي كويسة بالأمير عبد الرحمن بن مساعد أو الأمير فيصل بن تركي. لما أتصي عليه. قد يكون ما هدفه الداخلة في البرنامج بقدر ما هدفه إنه أن في صداقة وبالتالي لو تلاحظ برنامج أكشن دوري تلقى متميز في الأهلي والاتحاد بحكم إنه في جدة عكس البرامج اللي في الرياض متميز مع النصر والهلال المعدين اللي أنا أعرفهم اللي أنا أشوفهم لو إن المعدين عندنا لهم علاقات قوية ومتميزين كانت تلقاهم يظهرون في الصورة أو إنهم متواجدين أو إنهم حتى بردوا وطلعوا برا المعدين اللي عندنا انا اقول لك يا اللي اشتغل معهم في التلفزيون السعودي القنوات الرياضيه واللي اشتغلت معهم في الار تي ليس لاي نادي وانا اتحدى اذا في نادي معين فرض او تدخل رئيسه او مسؤوله ولم نظلم شخص الا في حادثه واحده وانا اعترف فيها الان اللي هي قصه حسين عبد الغني ومع الاجنبي اللي في الهلال ايش اسمه رادوي احنا اخذنا رده فعل رادوي وحسين عبد الغني كان يبغى يعقب في البرنامج بسبب ضخامة الشوشة اللي صارت كإعداد فريق إعداد كان أتذكر موجود رئيس تحرير عايض القحطاني ومحمد ثواب وعبد العزيز النادي قلنا لا ما نبغى إيش نصعدها كان حسين عبد الغني يعتبان علينا خلوني أرد على رادوي عارفين القصة هذه في الترجمة اللي بالإنجليزي هذه الحالة الوحيدة اللي أنا اللي أحسيت يمكننا كان المفروض نعطيه بس ضخامة الحدث هي اللي منعتنا لكن غيره أنا أتحدى إذا كان في أحد يعني شوف احيانا تصير لك شغلات رئيس نادي يقول انا والله مقاطعك في القناه الفلانيه اذا هذا رئيس النادي الجمهور ما يدري انه مقاطعني يعني خالد البلطان فتره فترات قاطع القناه الرياضيه ليش قاطعها؟ لانه يقول يبغى المحتوى حق مباريات الشباب تنزل في اليوتيوب واليوتيوب مبيوع لشركه اللي هي دوري بلس طيب ابو طيب فيصل حاولنا مع موضوع ثاني نعم. المقاطعه هنجيها موضوع ثاني ابو مشعل انت من طلب هذا المحور اي كيف أنا بس كلام غانم حلو وإن كان توفي استشهاداته ذكر كم مثال يعني يناقض ما ذكرت واحد الآن. مثال واحد لأن مفردات أتحدى ما ودي نستخدمها بصراحة لأنه ما في لا لأنه ما نعلم الغيب لا ما في من خلال تجربة ما في في البرامج وفي البرامج الرياضية إلا يكون فيه سمى ما شئت علاقات شخصية صحيح. أمور شخصية أمور كذا صداقات إلا يكون فيه تدخلات بصراحة ميول توجيه و إلى نعم نعم يكون بي حتى لو قبل البرنامج يعني يكون بي تدخلات وهي عائدة لمين هي عائدة بصراحة للمقدم نفسه رقم واحد في رقم واحد صحيح. وللمعدين رقم اثنين ورئيس الإعداد أو البروديوسر يعني طبعا أكيد هو معهم وفوق المعدين يعني لكن هي تعتمد برضو يعني أنا طالب يعني أبو مشعل عطنا مثال مر عليك خلنا نقول مثال في التلفزيون السعودي ولا فرتان يا أخي أنا وقفت بسبب الكلام اللي أنت تقوله وقفت في القناة السعودية في قصة يحلمون فيصل بن تركي يمون عليك وكلمك ودخل في الار تي احنا في لا عندنا بعد لا يحلمون لا ما دخلنا لا حق قصة يحلمون الرجل يبغى الرد يبغى الرد يعني حق الرد لكن انا ما اتذكر هي تقف في الاخير على المذيع بصراحة ويعني انا اضرب مثال من عندي انا بصراحة انه يجب ان يكون المذيع مستقل قدر الامكان
استقلاليتك. هو اللي مسيطر، هو اللي قاعد يدير الامور، هو اللي مسيطر. هذه انت بالاخير يعني مثل ماجد المهدي الحين يعطيني يذكرني بشيء ممكن انا ما اقوله صح، يعني الهواء صعب، يعني الهواء بس ممكن صعب تقريبا يعني. اذا ولعت اللمبه الحمراء دي انت المسؤول يا ماجد. طيب طيب ماجد قبل شوي خلاص. يقول ذكرهم امس انه مساعد العصيمي كان جالس هنا وعبد الله فلاته هناك، مساعد كان يقول انه فيه صحفيين يسهرون عند اعضاء شرف ورؤساء انديه، وعبد الله فلاته يقول فيه صحفيين يبوسون راس رئيس النادي، وفي معدين وفي مقدمين يحبون كتوف رئيس النادي بعد، ويحبون راس رئيس النادي. فيه مو ما فيه فيه فيتعتمد عليك انت بصراحه. هذه موجوده شيئا ما بينه. أيوة لذلك انا اقول هي هنا هنا هي هنا انا اسميها اقطار. بوس الكتف تقول انت ها، كتف ويد وراس. طيب لا لا بوس الكتف او اليد سميها ايش انت؟ تسميها ايش قلت لي؟ انا اسميها اختطاف، يعني اصبحت برامج مقتطفه من قبل. طيب انت ما تشوف انه هذه ممكن انا اصير مذيع شويه؟ ايه تفضل. طيب ما تشوف انه هذه كلتشر ثقافتنا كده؟ ثقافتنا يا اخي، هو رئيس النادي بالنسبه لنا بغض النظر كان صاحب سمو او كان يعني اوكي فرد عادي، طيب ان هو رئيس النادي سعاده الرئيس على قولة المصريين. أيوه. تمام. فانا علشان مش علشان افضل في هذا المجال، لا انا علشان يعني اقدر اخذ منه شيء حصري، اقدر اخذه بعد كده مره لما يكون في لاعب جايبه ولا كذا، انه انا اسمع له شويه. لا بس امرر له لا مو على حساب الند الاخرى. هنا قتلت المهنيه يا دكتور. لا مو على حساب، هو يدير يقول لك حط ويلطفها الدكتور. طيب ابو عبد الله يعني هو بيقول ابو عبد الله ياخذ واحد يمون على واحد صح؟ خلي ابو عبد الله عشان يعرف اننا نحب نحقق التوازن في البرنامج. تفضل. انا اشوف العلاقات الشخصيه هي سلاح ذو حدين، يعني احنا في الصحافه قد بعلاقتي الشخصية أتميز بأخبار خاصة، أتميز بحوارات خاصة. بالعكس أحياناً مسؤول الصحيفة أو مسؤول القناة يدفع إلى تنمية هذه العلاقة بما يرجع بمكتسبات على المؤسسة، ولكن بحيث ما تكون علاقة هذه مشبوهة. زين يعني في المقابل مثلاً مثل ما نقول إن في صحفي مستفيد، زين في 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 معد مستفيد، في مذيع مستفيد، في ناس أثبت عليهم يعني حالات سيارات وثبت عليهم شرهات وثبت عليهم مثلا قبل وبالتالي الصيام. وبالتالي اهم شيء معليش دكتور، اهم شيء انه ما يكون هذا هو نهج المؤسسه. زين واهم شيء انه يكون هناك قيادي في المؤسسه ياخذ اكشن مع اي حاله حتى تكون هناك في مصداقيه عند المتلقي انه هذه المؤسسه محترمه، انه هذه المؤسسه وان خرج فيها هذه. وبالتالي المعيار انا في وجهه نظري صح ابو مشعل يقول انه المقدم البرنامج هو المسؤول. المصيبه لما يكون مقدم البرنامج مخترق، زين وبالتالي انا اقول المسؤول هو القيادي في القناه. نعم. هو من يضبط هذا المعيار وهذا التوازن. وصلنا جميل. الى درجه وصلنا طيب. الى درجه اذا تبغى تشوفها الان واضحه. اذا جاء اخر الموسم جاء وقت المكافآت، شوف رؤساء الانديه وين يطلعوا. رئيس النادي كل واحد يطلع في برنامج اللي كان خادمه معاه او اللي كان متوافق معه، خلاص يا. اصبحت مكشوفه العمليه يعني ما عاد فيها يعني. ابو مشعل مكافآت على الاقل مكافآت مهنيه. ابو مشعل وانت ابخص مني في فرق. انا زي ما قال قبل شوي ابو عبد الله وزي ما قال الدكتور نبيل، في فرق بين اني اجير او استفيد من علاقاتي لمصلحه الجانب الاعلامي. هذا شيء جميل. انا بقول لك حاجه، انا في يوم من الايام قلت الواحد انه فعلا عبد الرحمن بن مساعد شرهني كثير، وقلتها في لقاء اظن مع تركي العجمه، فيعني كانت ردة فعل. قلت انه شرهني اني ادخل تمرين الهلال لما كنت في ام بي سي صدى الملاعب وهو مغلق ليلة مباراة امام النصر. انا لما استغل علاقتي لمصلحة الجهة اللي اعمل فيها اوكي، لكن انه يصير التأثير مباشر على خط البرنامج ويصير مثلا الامير عبد الرحمن بن مساعد يقول حط وشل لا تجيب هذا، هذه المشكلة. انا هذا اللي اتحدث عنه بالضبط. وهم اذكياء على فكرة، رؤساء الأندية والموجودين وأعضاء الشرف يعرفون يتعاملون مع مين، هم أذكياء في الأخير يعرفون. نعم. صحيح أول شيء يحكم زي غيره، يحكم على يسوي بحث عنك وش ميولك وش كذا، هذا حكم الأول. إيه. وحكم الثاني يجي بعدين على التعاطي معك في شخصيتك وفي أمورك، يقدر يخترقك ما يقدر يخترقك، يقدر يحتويك ما يقدر يحتويك. إيه. يعني كل هالأمور هذه وارد وشبناها. إيه. يبقى هنا
مصداقيتك انت معاك مع شغلك مع مهنيتك. انا ابغى شغلي، ابغى مهنيتي، ابغى برنامجي ينجح. كيف انجحه؟ اذا بتوظف علاقتك في اشياء تنجح برنامجك في حدود الاحترام، ما يصل الى درجه انه هو يرفع السماعه عليك، ما يرفع السماعه يرسل رساله يقول ما يعجبني الكلام هذا، لا، هنا سقط كل شيء. طيب. جميل. اختطف البرنامج. جميل. عموما محمد العتيبي رئيس تحرير برنامج المجلس، امسي عليه بالخير، يشيد في الطرح اليوم ويشيد في الحضور بالتاكيد دائما فوانيس والقنوات الرياضيه ككل تحرص ان يكون الموجودين نخبه من الرياضيين من خلال هذا البرنامج وبقيه البرنامج. وايضا يشير الى نقطه جميله جدا، يقول انه سبق انه عمل مع ابو مشعل ايام مساء الرياضيه، ويقول رغم الخلافات اللي كانت في وجهات النظر بين ابو مشعل وبين خالد البلطان وايضا بينه وبين الدكتور حافظ المدلج، إلا أنه كان يرحب بالمداخلات اللي ممكن تصدر أو تكون يعني ممكن أن يحققها البرنامج، لكن البلطان والدكتور حافظ يرفضون. هذا على ذمة محمد العتيبي. خلونا برضو ناخذ جانب وتفضل. نقطة صغيرة، في مشكلة موجودة عندنا والله. محمد الشيخ مع حفظ الألقاب عرف عنه أنه يشجع النادي فلاني، الدكتور نبيل النادي فلاني، أبو مش على النادي فلاني. لو يسوي كم يسوي خلاص هو مبرمج، لو اشتغل بمهنية وعدل مبرمج على النادي هذا. لو النادي الاخر اللي هو لا يمكن يتقبل منه اي شيء مهما عمل، بالتالي تلقاه يقول لك اخي خلاص انا محسوب على هذا، بالتالي قد يكون عنده تنازلات معينة في هذا الجانب. يا رجل طيب. مو هو يقول محسوب، انتم كمعدين البروديوسر تدورونهم، اللي دورونه بس اذا كان على النادي محسوب عليه. ابو مشعل هذا مشكله يعني. ماجد يقول اهم ابو مشعل، عفوا ابو عبد الله، ابو مشعل والله غانم مهدي، غانم حياه الله عندنا هنا مهدي، من اول ما بدا البرنامج وهو يقول اسال ابو مشعل عن مباراه النصر والهلال اللي انتهت 4 للهلال، عطنا وش صار فيها. ما اعتقد انه صار في شيء، بقدر ما هو يمكن حتى من ايام ما كنا في الرياضيه، في الطريقه الاحتفاليه، يمكن انا من ضمن الشباب اللي مميزين بهذا النوع، يعني انه عبد الله يكايد اول من قال ابو مشعل سم كنت انت دائم تعطي الفرايح فرايح ابو مشعل، نعطي الاجواء للي كاسب وقتها. ففي المباراه هذه في اليو اف ام، في البرنامج في برنامج جول، الله يمسيه بالخير الزملاء هادي الدغرير والزملاء كلهم. ففي ذيك المباراة اعتقد انها كانت مباراة يعني حاسمة، لو النصر فاز انتهى يعني توج بالدوري، وكانت التحضيرات على اشد عليها، وبالعكس فاز فيها الهلال. وبعدين يعني مباراة اولا ديربي وثانيا 7 أهداف، يعني من نوادر تشوف، ما تحصل الا كل 20 سنة الظاهر او كل عقود من زمان يعني. فبالتالي جت المقدمة مثل مقدمات المعتادة يعني. وعلى فكرة انا وليد اللحظة يعني، فكانت في اغنيه لكبيس اللي هي بلو ويفز او شيء كذا، فضربت في اذني ماشي معاك بلو ويفز كبيسي ماشي معاك، فصار لها رده فعل نوعا ما من الطرفين يعني. وهذا شيء حلو طبعا، شيء حلو. ما يعني انت بالنسبه لك مقتنع ولازلت لو رجع فيك الزمان حتسوي نفس الحكايه؟ طبيعي، انا بالنسبه لي رأي من طبيعي، ما صار شيء يعني. تفضل ابو عبد الله، ايش كان عندك؟ بس في موضوع مشعل، انا متاكد ابو مشعل لو كان فايز النصر كان حيسوي نفس الصوره في الحاله النصراويه، لانه بالفعل متميز فيها. انا اقول احيانا هو هذا صار، عفوا بس اكد معلومتك، صار قبلها بكاس ولي العهد لما فاز النصر على الهلال، برضه كانت حلقه احتفاليه كامله للنصر. تفضل. انا متاكد من هذا الشيء. انا اقول احيانا رؤساء الانديه من الذكاء انه ما يقول يا ابو تركي احيانا انه افعل سو مرر، احيانا بعض المذيعين بعض المعدين هو يعني يقدم اوراق اعتماده بشكل يومي. ها يمرر ويسوي ويسترضي لانه يعرف الايحاءات، ما يحتاج يقول بشكل مباشر. قصه ابو عبد الله، قصه بدون ذكر المدير. مدير من المذيعين كلم رئيس نادي، رفض رئيس النادي يتداخل معه، رفض. من هو؟ مذيع من المذيعين كلم رئيس نادي رفض يتداخل معه، والمذيع ذكي قام في الحلقه وسوى مداخله مع رئيس النادي الاقدم وقال أوفو. انت ايامك وانت 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 ورئيس النادي ما ابتعد الاعلام القديم. بعد 3 أيام رئيس النادي اللي ما رد ضيف للاستديو. طيب هذه انا عايش. طيب خلونا ناخذ ايضا موضوع قريب يعني من هذا الكلام كله، الكلام على موضوع شخصنا، يعني هل فعلا في الاعلام الرياضي والبرامج الرياضيه تحديدا اذا صار بيني وبين مثلا محمد الشيخ موقف
زي الموقف اللي حصل في بداية البرنامج. هل معنى هذا أني أنا أستغل أي شيء أدور وين زلة محمد، عطوني محمد، أستلم محمد؟ هل هذا موجود في برامجنا الرياضية؟ هل هناك من يدور الزلة على واحد لمجرد خلاف شخصي معه؟ دكتور من زمان ما حكيت، تفضل. هو للأسف يحصل، يعني إحنا الأمثلة يمكن كثير. يا ليت تضرب مثال في التعليق دكتور. في التعليق يا أخي في ناس كثير ممكن ينتقدوك علشان والله هو ما يبغاك. لا، معلق يستهدف لاعب مثلا في كل مباراة يستهدف. لا أنا بالنسبة لي ما، يعني بالنسبة لي أنا بالنسبة لي ما أنظر لهذه الأمور. هو أهم شيء عندي ملعب، مين فاز، مين انهزم، إيش الأشياء الفنية اللي حصلت في النص، وبس. بكل تجرد، بكل تجرد. وهذه إذا كان كلمة تتحدى فأنا أتحدى. تمام. أنا أتحدى إنه أحد يجيب لي غلطة في مباراة فريق المفضل، يجيب لي حاجة والله لا أنت كنت مع فلان وما كنت مع فلان. لأنه في الأخير هو أنا اللي بطلع، يعني صورتي أنا هي اللي بتطلع. فيا إما أطلع بالعدل ويا إما أو المفروض أني أنا أترك هذا المجال أساسا. لكن أني أنا أستهدف أحد، يعني خليني أقول لك، أول قبل المعلومات اللي بتيجي على الإنترنت وكذا كنا نروح لرؤساء الأندية ونروح لمدراء الفرق عشان تاخذ التشكيلة ناخذ كذا. انت الشغلانه دي ما شاء الله انت قريب باعتبارك برضو ميداني. طب يعني ساعات كنا ننطرد صراحه، يعني من رؤساء الانديه عندهم طقوس تشاؤم وتفاؤل يعني. ايوه دكتور نبيل نقشبندي دخل على سين نادي سين وانهزم ذاك اليوم، انسى يفتحوا له الباب. صح. طيب لا فعلا حاصل. لكن هل انتقدت الرجل او انتقدت النادي او فضل بينه وبينه موقف؟ انا بالنسبه لي يعني الله لا يجعلها تجي ومسامحه رغم الـ 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 الاهل النفسي. هي زي ما قال ماجد، انت شائم بس تشائم يهمنا يهمنا موضوع الشخصنا. ابو عبد الله، في ناس فعلا مستغله برنامج، اذا انا بيني وبين محمد الشيخ خلاف يلا خلاص، بس اخلي واحد من المعدين البروديوسر قاعد له، دور عليه، جيب عليه لقطات، جيب عليه مثلا لقاءات ضد، يعني في شخصنا واضحة موجودة. باعتبار شوف، أولا احنا بشر في نهاية المطاف، نتأثر وعواطفنا تتحرك، وقد نستخدم قلمنا أو نستخدم المايك أو نستخدم في إشباع ذاتنا، خصوصا لما تكون في مشكلة أو قضية. الأمر الآخر، احنا في لعبة إعلامية، يعني بين قوسين لعبة إعلامية، كل واحد يدير اللعبة بطريقته، يتفنن فيها بطريقته. يعني أنا اليوم ماجد اسمح لي، أنك أنا يعني أرى فيك إعلامي مارست كل أدوات الإعلام المثير ما مثير. مثلا قضية ماجد وفهد الهريفي كانت مادة دسمة، سواء رجعنا بعد لا للأمانة أتكلم ليش كحدث يعني. ماجد أنت اليوم موجود في الوسط ومؤثر في الوسط، ماجد وفهد الهريفي كانت مادة دسمة. ماجد بعد ما كان صديق مثلا فهد، تحولت هذه الصداقة إلى نوع من الخلاف، وشفنا هذا يلعب من جهة وهذا يحرك من جهة وهذا هذا. فطبيعي هي بشر، يمكن ماجد هي سمها تصفية حسابات، سمها طبيعي، سمها إثبات وجود، سمها ماجد موجود عند ماجد، موجود عند محمد الشيخ أيضا. تسمح لي في حالات. طيب بس دقيقة. شوف، في هالليلة المباركة والله العظيم لم أضع هذا المايك أو هذا القلم في يوم من الأيام إلى تصفية حسابات شخصية. تفضل. أنا أقول طبيعية، يعني لأنه باعتبار بشر، قد يكون واحد لا ملتزم بخط معين، واحد لا عنده لعبة الأخت والرد والإثارة. أنا في النهاية أقول المعيار دائما القيادي اللي في المؤسسة، هذا المقدم قاعد يلعب لمصالحه، هذا الكاتب محاسبة. هذه وجهة. أنا عندي موقف ما راح أذكر الشخص، حكم إحنا معدين فما إحنا مثلكم على الهواء. لما يتصل فيك صحفي ما سواء كبير أو صغير ويحاول انه يطلع معك برنامج، وانه بيسافر من مدينه لمدينه بيجيك مخصوص، وانا علي تذكرتي وانا علي كل شيء، تتفاجأ اول ما يوصل ويطلع الهواء، تتفاجأ على الهواء يقول والله انا لبيت الطلب رغبتكم في الحضور بعد الحاحكم الشديد علي. وانا خلنا اقول لك دكتور، تخيل وانا والله التزام يعني قدامك بوجه وعلى الشاشه بوجه، هل انا مطلوب مني كمعد اتعامل معه في المرات القادمه طريقه وهي اول واخر مره خلاص؟ يعني هذا يصير مع المعدين، اشخاص يكلمونه مجرد ما يوصل تلقاه اليوم بعد الحلقه
شخص اخر. ابو مشعل لاهي في جوه هذا بايع. لا انا معك رأيك. انا معك في شخص. انا في نقول ما في شخص، انا في شخص يعني وتشوفها تشوفها منتشره. لا يعني الحمد لله انها محدوده ما وصلت الظاهره خلينا نقول، لكنها موجوده. موجوده شخصنا، موجوده تصفيه حسابات، موجوده استغلال الفرصه بالحدث. مثلا في البرنامج جيت معي محمد وانا في موقف مع محمد، القى فرصه اني اصفي موقع مع محمد، القى اصفيه. موجود هذا، احنا بشر يعني ما نقول ما. لكن هي ما تغيب عن فطنه الباقين ترى، ولا تغيب عن فطنه المشاهد ولا المتابع ولا المشاهد ولا الجمهور الرياضي. ففي يعني اصبحت ثنائيات، انه لما يكون فلان وفلان موجودين في برنامج خلاص يعني معروفين ايش بيصير. طيب مش على الحين زي مهدي مزارقه لو اتصل على سين من الناس قالوا نبغاك بكره في فوانيس، وهذا قال له لا، بعدها بيومين شافوا في اي برنامج ثاني. اوكي الان الايام هذه مش شغال الا هلع قاعد يجيب الرياضيين، معناته يفترض انه يقلب عليه يصفي حسابات معه ولا يقول خلاص يعني قصك يعني على رئيس تحرير البرنامج انه طلبه ما جاء؟ إيه؟ هذه عاديه دي ترى. بس لا في ناس تتعامل بهذا المعيار، انه انا لما اطلب سلمان مطوع يجيني وما جاني، وبعد يومين ثلاثه شفته بمكان ثاني اشتغل ضده. اجيب قبل شوي فيصل يقول لك في معد يجيب مكالمه مع الرئيس السابق عشان يخليه داخل. صح انا مريت في الامور هذه. انا في يعني خلال برامجنا وركضنا اليومي خصوصا في البرامج اليوميه وطلب الضيوف بالتنسيق مع الزملاء في الاعداد والتنسيق ننسق مع بعض، لما اطلب سلمان مطوي مره اطلب نبيل نقشبندي وما تجاوب معي، اسمح لي اضرب مثل وما تجاوب معي، ما عاد اطلبه بعد كذا خلاص ما احترمني خلاص. طيب اخر محور بالنسبه لي قبل ما نسال الدكتور عن موضوع المعلقين بشكل سريع، اخر محور في الفتره الاخيره الكثير من البرامج الاجتماعيه، مش برنامج واحد عشان قبل شوي استشهدت بها، لا الكثير من البرامج الاجتماعيه المهتمه في الجانب الاجتماعي في الشان الاجتماعي، واحيانا تميل شوي للجانب السياسي. هذه البرامج بدأت في الفترة الأخيرة منذ عام عامين أكثر أقل تتجه بشكل مباشر لاستخدام العناصر الرياضية. السؤال الأهم، هل هم ناقصين شهرة والعناصر الرياضية تشعلل وتزيد من شهرتهم؟ هل فعلا البرامج الاجتماعية تحتاج إلى هذا النوع من البرامج؟ أسأل بالبداية المتخصص في الإعداد أبو فيصل. أنا أعتقد أن في السعودية في تشبع من الإعلام الرياضي عند كافة الشرائح، من لعيبة من إعلاميين من جميع الشرائح، قارم دول الخليج والدول العربية في تشبع، ولا هم ناقصين أنهم يروحون برامج اجتماعية. هذه وجهة نظري. مشعل؟ لا إذا كنت فاهم أنا سؤالك ماجد، أنه البرامج الأخرى الغير رياضية تطرح برامج رياضيه او تبحث عن امور رياضيه، تجيب ضيف رياضي وتتكلم عن الرياضه. هذا دليل على 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 تاثير الوسط الرياضي، تاثير الرياضه في المجتمع. شئنا ما بين الطرح الرياضي والبرامج الرياضيه لها مساحتها، يعني لها مساحتها مقابل البرامج الاجتماعيه السياسيه الاقتصاديه. فبالتالي انت شريحه مطلوبه من الباقين، فعندما يبحث برنامج آخر برنامج اجتماعي أو اقتصادي أو عن شيء يتعلق بالرياضة ويستغلها بالطرح الرياضي، هذه ضوء عليه، ضوء على هذا البرنامج أو ذاك حقيقة، يعني بسبب المساحة اللي يمتلكها الوسط الرياضي. فأنت عندك مساحة وضوء طبيعي الكل يبحث عنه. حلو، احنا يعني جذابين لهالدرجة يتركون تخصصهم واهتمام برنامجهم الرئيسي ويجون عندنا؟ إيه كتاب الرأي العام، مش بعد البرامج اللي الآن تستهدف الرياضيين. أبو عبد الله أضرب مثال، برنامج جهالة مع سامي جابر وبرنامج الثامنة الزملاء في الرد عليه. أنا قلنا ما نبي نمثل. لا لا هذا حصل يعني، هذا حصل مع تقرير طبعاً هناك في موجود زميل عزيز علينا علي العليان، وهناك في أستاذ داود شريان، طبيعي يعني. طيب يعني اليوم سواء في البرامج أو حتى في كتاب الرأي العام، اليوم تشوف كتاب الاجتماعيين أو الكتاب النخبويين يستغلون أي حدث اليوم رياضي للقفز عليه من أجل إيش؟ مزيد من الشهرة، مزيد من الرصيد الجماهيري، لأن مهما كان المساحة الرياضية، الشهرة الرياضية، الجماهير الرياضيين أكثر. مو بس كتاب الرأي العام، يعني قضية سامي الجابر، سامي الجابر كحالة، كم كاتب من كتاب الرأي العام اليوم طرقها في تويتر أو في أعمدة
من أجل مزيد من الرصيد الجماهيري. أعظم من كذا دعاء في خطب جمعة يتناولون الشأن الرياضي لأن الجانب مثير، جانب فيه جمهور، جانب فيه شريحة من الشباب، وبالتالي لا الخطباء أبو عبد الله ما يستخدمونه عشان كذا، الخطباء يستخدمونه لأنه جانب مؤثر يؤثر على الشباب. أيوه لا لا أحياناً أحياناً حدث ما يستدعي أو حدث يستدعي، الشريحة الموجودة شريحة جاذبة، الجمهور المستهدف شريحة الشباب موجودة في كرة القدم، وبالتالي النخبويين كذا يعني يعرف أنه هذا المقال يؤثر لي أكبر في نفوس شريحة. الشباب هذا البرنامج مثلا أحيانا في برنامج في رتابة معينة، أكسر هذه الرتابة بضربة رياضية معينة، وبالتالي أعتقد بفعل شريحة الرياضة يعني جاذبة. دكتور خلينا ناخذ معك جانب المعلقين اليوم، بالنسبة لكم قاعد يصير كثير أنه كثير من الأندية تقول لك أنا ما أبغى هذا المعلق، يعني توصل الدرجة دي، ويمكن أبو فيصل يعرف أنه في رئيس نادي ولا مسؤول ولا عضو شرف في نادي يتصل يقول لك هذا المعلق خل بما أنك أنت موجود يا أخي ابعدوا عني الدكتور نبيل نقشبندي. مين قالها؟ هي حالة واحدة مع رئيس نادي اتصل فيني شخصيا، كان لا خلها جد هو لا في حالة لا في حالة كان في خلاف بين الأستاذ الكبير عدنان حمد مع نادي الهلال، كانت هذه الحالة اللي أنا شفتها يعني إنه يعني على أساس خلاف لي صار مشهور يعني الموضوع هذا، هذا الحالة اللي مرت علي أنا. هو أنت مدينا خمسة دقائق على موضوع التعليق وهذا شيء يعني هذا حياة هو لا لا دكتور بس خليني أقول لك لا معليش حتى ما تأخذنا في زاوية وتكمل وبس بضيع عليك دقيقة ترى كذا. احنا قلنا البرنامج يتعلق في البرامج الرياضيه تمام لكن استغلينا وجودك في خمس دقائق تفضل. جزء من البرامج هذه بالعكس، شوف المملكه العربيه السعوديه يعني معلقينها متواجدين في جميع القنوات يعني، وبالعكس احنا نمتلك اقدم لجنه معلقين عندما كانت وانتهت بعد وفاه زاهد القدسي رحمه الله عليه، واليوم على فكره حفل جائزه زاد قصي وفاز فيها عدنان حمد بالمناسبه يعني انا عضو لجنه بس الله اراد انه ما قدرت الحق الطيار. ف الفكره انه احنا كيف قبل ما نطالب رئيس النادي او المسؤول او كذا بانه هو يبعد فلان او ما يبغى فلان، اذا شلنا التشاؤم والتفاؤل تمام، خلينا نتكلم على مهنيه المعلق او افضليته او كذا. يا اخي انت اول حاجه فين معلقينك؟ فينهم الان؟ يعني هل انت فعلا مميز؟ وما هو التميز بالنسبه للتعليق؟ طيب في ترند في التعليق، في ترند ايوه زعيق التسعين دقيقه كلها طيب مع شويه ابيات شعر مع لفظ الجلاله باشكاله المتعدده مع وصف من اسماء الله الحسنى للاعبين، للأسف ما صار في إطار أو حدود وهذا يعجب الناس للأسف. طيب فأنا لازم أرجع للأصول، لازم أرجع للأساسيات اللي عليها التعليق الرياضي بني، وبعدين أترك الواحد يروح إلى آخر نقطة قبل الخط الأحمر ولازم أحطها أنا أصلا له قبل كل حاجة. بعد كده أجي أطالب والله رئيس النادي إنه لا والله أنا معلق اللي حاطه على المباراة عارف تماما انه هو كيف يطلع المباراة وكيف حينجح فيها وانا مدربه بالشكل المناسب. طبعا الشروط منها شروط لغوية، شروط حتى النطق يعني الحروف اللغة العربية هذه لازم تكون سليمة، لكن ما يكون واحد ما عنده الشين سين والسين صاد وهذا يعني في اساسيات كثير. فللأسف في حالة واحدة قال عليها ابو فيصل، لكن هي احنا معرضين انه يكون في شيء زي كده طبعا بعيدا عن التفاعل والتشاؤم، لكن هذا الشيء لا يمكن يصير لو انا عندي 8 خليني اقول معلقين صف اول وانا عادل في التوزيع اللي بينهم. طيب انتم يعني معلقين اكثر العناصر الاعلاميه عرضه للايقاف؟ الحمد لله مو انا
لا مين قال؟ أنا أقول أنتم أنتم البرامج أكثر المقدمين. لا لا والله لا يعني هي سنة وسنة يعني السنة الماضية يمكن في اثنين بس إنه هو شو هو هذا أنت لما تدخل ما أنت جاهز راح تخطئ. إذا أنت ما أنت جاهز راح تخطئ. يعني أنا صراحة أزعل على مجموعة يتواجدوا وأنا أقول هي لجنة المعلقين لازم تكون موجودة. وفاة زاهد قدسي سببت فراغ جميل. كبير في اختيار المعلقين جميل. فالمعلق للأسف أصبح يدخل ما عنده ما يعني يا راجل بداية المباراة أنت رجل تلفزيون طيب أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والكرة بتتسنتر مثلا طب في الإعادة من فين حيختار مسكين حق المونتير هذا حيقطع صوته ولا إيش حيسوي فيه ولا يدخل صوت تاني يا أخي خلي عندك ترتيب حتى في بداية المباراة هذا للأسف هذا تعلمته أنا من زاهد قدسي رحمة الله عليه رحمة لكن الله. الآن ما أعتقد أنه في أحد بيعلم الشيء هذا جميل. جميل شكرا لكم جميعا استمتعت معكم وقتنا انتهى وأنا أودعكم وأشكركم صحيح نحن ما بعد وصلنا لمرحلة الصناعة الرياضية إلا أن البرامج الرياضية أكثر تأثير في الوسط الرياضي برامج الرياضي أكثر من أي شيء آخر تأثيرا في وسط الرياضي شكرا ماجد شكرا الزملاء شكرا قناة الرياضية شكرا لكم طبعا مشاهدي القنوات الرياضية كنا نتمنى أن يمتد الوقت شوي في هذه الحلقة تحديدا على اعتبار أنه فيه محاور كثيرة كان رئيس التحرير مهدي المزارقة مهتم فيها ومن بيننا المراسلين ما توفقنا أننا نعرض مواضيع كثيرة لكن الإعلام الرياضي حاولنا أن نقدم شيء قلت أمس وعيد نفس الكلام اليوم قلت أمس لا يعني أنه الأربعة الموجودين وأنا خامسهم أننا إحنا أفضل ناس إحنا المنزهين إحنا اللي ننظر إحنا اللي ما في مثلنا هذا مو صحيح فينا عيوبنا وعلى فكرة واحد من أبناء العمري وهم أسرة أحترمهم جدا يقول لي كل ما طول